اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين، وبعد. هذا البث سيكون لمدة 3/4 ساعة، ثم نستقبل الأسئلة لمدة نصف ساعة. البث عنوانه كتاب الشيخ قاسم الطاهي رحمه الله وما فيه من كلام، وذكرت في الإعلان الخاص بالبث أن البث يتعرض لعدد من القضايا، أولها القضية المرتبطة بالعقيدة. أما لماذا أنا حقيقة ليس من عادتي التعرض لمثل هذه القضايا، ولكن بعد وفاة الشيخ الطائي رحمه الله ظهرت عدد من المقاطع المصورة له وهو يتحدث عن بعض القضايا، ومنها مقطع أشار فيه إلى قضية فيها الكثير من الخطورة، والبعض من الأخوة استفسر بشكل كبير عن هذه القضية، هل أن الشيخ يعتقد بالتناسخ أو لا؟ أما لماذا يسأل الأخوة عن هذه القضية؟ فلأن قضية التناسخ من القضايا الخطرة، يعني القول بها يؤدي إلى مشاكل كبيرة، والشيخ ظهر في مقطع يتحدث فيه عن أن لكل واحد منا كرات وكرات، وأنه عاش في زمن سابق ثم 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 وهكذا، أشار إلى 5 مرات وأشار أيضا إلى 10 مرات. في الحقيقة هذا المقطع أثار الكثير من التساؤلات وفضول الأخوة الذين سمعوا هذا المقطع ويريدون أن يتأكدوا هل الشيخ يعتقد بالتناسخ أو لا، هل الشيخ يعتقد بالتناسخ أو لا يعتقد بذلك. طبعا بالرغم من أنني أشرت إلى هذه القضية بسبب إلحاح الأخوة وسؤالهم عنها، إلا أنه ليس من السهل أن يكون هناك جواب عندي حول هذه القضية، ليس من السهل ذلك. لماذا؟ لأن المقطع الذي ظهر فيه الشيخ يتحدث عن هذه القضية أولا هو مقطع قصير، بالإضافة إلى أن الكلام الذي قيل فيه فيه الكثير من التأملات، كثير من التأمل عفوا، و لعل الشيخ مثلا كان لا يدري إن كان هذا المقطع سيصور وينشر، أو تسامح في استعمال بعض المعاني، فظهر المقطع وكأنه يقول بالتناسخ.
هسه قد يقول قائل وما هي المشكلة إذا كان الشيخ يقول بذلك؟ الجواب مشكلة كبيرة جدا، لأن التناسخ هو أمر وعقيدة مرفوضة، لا يمكن القول بها، بل إن القول بها قد يؤدي إلى آثار خطيرة، قد تصل حتى إلى الخروج من الملة. وإذا لاحظ الإنسان كتب العقيدة، ومنها مثلا عقائد الإمامية وغيرها من الكتب، سيجد بشكل واضح أن هذه المسألة، مسألة التناسخ، هي من الأمور التي يرفضها المذهب الإمامي بشكل قطعي كما يقال. وقد ورد في بعض كتب العقيدة ومنها كتاب عقائد الإمامية ما يتعلق بهذه القضية بشكل واضح وصريح. وغيرها طبعا من الكتب التي تتحدث عن هذه المسألة. ومن البعيد جدا، يعني من البعيد جدا، أن يكون الشيخ الطائي لم يطلع على مثل هذه المسألة، ويعني فاته الاطلاع على مثل هذه القضية وخطورة هذه القضية. أما أنه بناء على ما ذكر في هذا المقطع، هل يمكن لنا أن نقول بأن المعنى الذي يقصده الشيخ في كلامه الذي ظهر فيه في المقطع الذي انتشر، هل هو الاعتقاد بقضية فكرة التجسيم أو لا؟ كان حديثا كما يقال عاما في مسألة، وجاء هذا الحديث بشكل كما يقال مرتبك أو بشكل غير منظم، ففهم الناس من خلال هذا الحديث أن الشيخ قد يكون قائلا بالتجسيم. أنا طبعا لا ألوم الأخوة الذين سألوا عن هذه القضية، يعني لا ألوم الأخوة الذين سألوا عن هذه القضية، لأنه يستبعدون أن يكون هذا الكلام بعيد عن هذه الفكرة. وطبعا الأكثرية تستبعد أن يكون الشيخ غير مطلع على مثل هذه القضية، أنه مشكلة التجسيم، ترى هذه مشكلة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القول بها. أما الآن، هل نستطيع أن نتحدث عن الشيخ الطائي ونقول أنه يعتقد أو لا يعتقد؟ طبعا عدم الاعتقاد هو الأقرب، لأنه هذا ما يتوقع من أي طالب من طلاب الحوزة، بغض النظر عن كونه له خصوصية أكثر من هذا المقدار. وأما القول بأنه كان يقصد فعلا
ابتدت سين، فهذا الكلام لا يمكن الجزم به من خلال هذا المقطع وحده، لابد من الوقوف على قصده من هذا الكلام. ولذلك أقول أنه من الممكن، هسه لا أدري حقيقة هل يوجد كلام في هذه القضية صدر من الشيخ مثلا في وقت آخر، هل يوجد مثلا مقاطع أخرى تتحدث عن هذه القضية من قبل الشيخ، هل يوجد شيء آخر يساعد على فهم مقصود الشيخ من هذا المقطع الذي أحدث هذه التساؤلات. هذا المقدار يحتاج إلى بحث واستقصاء كما يقال، وطبعا لا بد من الاستعانة بالأشخاص القريبين على الشيخ حتى يستطيع الإنسان أن يفهم هل فعلا هذا الكلام موجود عنده أو ليس بموجود. طبعا خلي أنا أوضح قضية، البعض من الناس ربما يعتقد أن كل شخص في الحوزة هنا نحن نستطيع أن نطلع على كل ما حصل منه أو يحصل منه خلال مدة تواجده في الحوزة العلمية، بحيث نستطيع أن نقول ماذا قال، ماذا درس، ماذا وهكذا. ولكن هذه القضية ليست سهلة كما يتصور البعض. نعم عندنا طريقة في الحوزة موجودة، وهي أن أشخاص الذين يدرسون بشكل واضح أو يدرسون بشكل مستمر عادة تكون دروسهم مسجلة، عادة يعني تكون دروسهم مسجلة على أقل تقدير، الدروس التي تكون متقدمة كما يقول، يعني مثلا درس الأصول، درس اللمعة، درس الكفاية، درس المكاسب وما شاكل ذلك، هاي دروس يعني كما يقال عناوين مهمة يحاول الطلبة أن يسجلوا هذه الدروس، إما لإعادة الاستماع لمحتواها أو لا لتوفيرها للطلبة الذين يأتون إلى الحوزة ويحتاجون مثل هذه الدروس، إذا لم يحصلوا على أستاذ يستمعوا لبعض هذه الدروس. أنا حقيقة في خبرتي داخل الحوزة ما رأيت الشيخ الطائي يوما يدرس درسا في العقيدة، ما رأيته، وإن كنت أستبعد أنه قد درس فعلا، قد يكون لم يدرس أساسا، لأنه المدة التي قضاها الشيخ في الحوزة العلمية قبل أن يعلن اجتهاده كما يقول هو في بعض مقاطعه هي 5 سنوات، وحقيقة هذه مدة كما يقال قصيرة جدا، ليست قصيرة بل قصيرة جدا. نعم هسه لعل البعض من الناس قد يقول أن الإنسان إذا استعد للحوزة العلمية مثلا من خلال الدروس التي تسبق الانتماء الفعلي، كما لو كان مثلا من بعض العوائل العلمية، فإن بعض هؤلاء يختصرون الطريق، هذا ممكن، ولكن هؤلاء يختصرون الطريق ليس بطريقة كيفية، لا، إنما يختصرون الطريق بطريقة التلقي، ولكن يكون تلقي مبكر، يبدأ بعض الناس دروسه، يعني بعض أولاد العوائل العلمية دروسه مثلا في عمر 12 سنة مثلا أو 14 سنة مثلا، فعندما يصل إلى سن 18 يكون مؤهلا لدخول إلا المكاسب من مثلا الدروس الأخرى وهكذا. والدروس الخاصة التي تعطى عادة تكون دروس مركزة وتكون دروس كما يقال دقيقة. ولكن حقيقة أنا بالنسبة لي لم أرى الشيخ يوما يدرس كتابا في العقيدة، حتى واحد يقول أنه ترى هو
اساسا الرجل عنده كتاب بالعقيده وعنده درس بالعقيده. هسه الاخوه اللي عندهم علاقه مع الشيخ من الممكن ان يسعفونا بتسجيلات لبعض دروسه اذا كانت هناك تسجيلات تبين لنا عقيدته في هذه القضيه التي اربكت الكثيرين. انا حقيقه واحد من الناس لما سمعت الكلام ايضا صار عندي تساؤلات، ولكن القضيه لان المقطع قصير والحديث يعني كما يقال حصل ارتجالا، لم اعتقد ان الوقوف عنده سيؤدي الى الوصول الى نتيجه كما يقال نتيجه مقبوله يعني او دقيقه او علميه. هذه القضيه الاولى، ولذلك نقول بانه الاخوه الذين لديهم علاقه بالشيخ الطائي يمكنهم ان يحددوا لنا موقفه من هذه القضيه، لانه حقيقه السؤال موجود ولكنه الجواب ليس موجودا عندي، لانه القول بالتدسيم يعني قول خطير حقيقه، ولهذا نؤجل الجواب عن ذلك حتى تاتينا كما يقال المعونه او الأدلة التي تساعد على تأييد أو نفي هذه القضية. طيب، القضية الأخرى، هذا الكتاب وهو كتاب الشيخ، أنا أعتقد وبشكل كبير جدا أن الشيخ أيضا لم يكن عنده أشخاص لهم باع في الاستشارة العلمية، فإن الأخطاء المطبوعات يعني خطاء الطباعة في هذا الكتاب كثيرة جدا كثيرة جدا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا طبع كتابا فإنه بعد أن يطبع الكتاب يقرأ الكتاب ثم يحدد الأخطاء الطباعية ويضع ورقة في كل نسخة من هذا الكتاب يصحح فيها الأخطاء التي وقعت في الطباعة، وهذه الطريقة معتادة منذ سنوات طويلة، منذ عشرات السنين كما هو معلوم في طباعة الكتب، والبعض يطبع قائمة طويلة من تصويبات أو تصحيحات الأخطاء الطباعية. ولكن مع الأسف هذا الكتاب فيه الكثير من الأخطاء الطباعية ولكن لم يشر إلى تصحيحها. لا أقول بأنه هو يختلف عن بقية الكتب في أن الكتب الأخرى ليست فيها أخطاء، لا، توجد أخطاء وهذه الأخطاء متوقعة في الكتب، ولكن حجم الأخطاء عدد الأخطاء في الكتاب هي التي تثير هذا التساؤل، يعني بأنه وتثير إلى مثل هذه الحالة بأن الشيخ لم يكن عنده شخص يستشيره في مثل هذه القضايا أو يصحح له الأخطاء الطباعية التي تكتب، لأنه لعل الشيخ لعله كان يكتبه بنفسه، لعله كان يطبعه بنفسه وهكذا. فالأخطاء الطباعية في هذا الكتاب مع الأسف الشديد كثيرة جدا. طبعا الأخطاء الطباعية هي ليست عيبا علميا ولكنها تؤثر على جودة الكتاب، فإذا كان الكتاب فيه الكثير من الأخطاء الطباعية فإن القارئ بين فترة وأخرى بين لحظة وأخرى سيجد أمامه خطأ غير مصحح، وهذا سيقلل من قيمة الكتاب المطبوع، مو قيمته العلمية فقط، لا، قيمته ككتاب متلقى يعني له رغبة في أن يحصل عليه الإنسان. هذه القضية. طيب، القضية الثانية الأخطاء النحوية. طبعا الأخطاء النحوية من المشاكل التي وقعت في هذا الكتاب وأيضا بشكل واسع.
الأخطاء الطباعية لا تحسب على شخصية المؤلف، لأنها قد يكون سببها أحيانا قلة ذات اليد، ممكن الإنسان يطبع كتابه بشكل كما يقال هزيل أو مهجن، أو يعني يطبعه بطريقة غير مقبولة، ولكن الأخطاء النحوية لا، خصوصا وأن الإنسان إذا طبع كتابه بعد ذلك يستطيع أن ينظر فيه، ينظر فيه ويصحح تلك الأخطاء. ولو كان الإنسان صاحب الكتاب حريصا على سمعة كتابه وعلى مثلا قيمته العلمية، فمن الطبيعي أنه سيشير بعد طباعة كتابه أنه وقع في هذا الكتاب بعض الأخطاء مثلا الطباعية، بعض الأخطاء النحوية، ويحاول أن يبرر إذا كان هناك طريق للتبرير، إذا كان هناك طريق للتبرير. فعندما يتصفح الإنسان الكتاب يعني حقيقة يستغرب من وقوع هذه الأخطاء في الكتاب. مثلا خلينا أقرأ، يقول فالكتاب يمثل مراحل ثلاثة، هذه صحيحة؟ طيب الأخطاء اللي هي كما يقال يعني واضحة، يعني مثلا في صفحة 6 يقول والإجابة عليها حينا والتوقف أخرى بأسلوب بسيط خالي من تعقيدات ألفاظ، خالي لو خال. طيب وأجود التقريرات للميرزا حسين النائيني بقلم آية الله أبو القاسم. شون أبو القاسم؟ طيب هنا مثلا في صفحة 9 يقول ومسائل العلم المبحوث فيه وموضوعات المسائل هي موضوع العلم عينا وخارجا متحدان، بس العبارة بها ركة ما يخالف، وإن كان متغايران مفهوما. كيف؟ كيف وإن كان متغايران؟ متغايران كيف؟ طيب يقول بعدها، هاي طبعا متغايران غلط، متغايرين صح. يقول مثلا، طبعا هو كاتب فثلا، يعني مثلا صار فثلا، المهم أخطاء طباعة. علم النحو مسائله، طبعا هو كاتبه بالتاء، عبارة عن كون الفاعل، هذا خطأ طباعي ما عندنا مشكلة، عبارة عن كون الفاعل مرفوع، كون الفاعل مرفوع أو المفعول، أو المفعول منصوب. هاي شو والمضاف إليه مجرور، هاي شلون؟ لا الأول مرفوع بل منصوب، لا الثاني مرفوع بل منصوب، لا الثالث مرفوع بل منصوب. وإذا تأمل الإنسان أيضا، هنا أيضا يوجد عندنا مثلا كثير من هذه المشاكل حقيقة في هذا، في هذا المجال، وهذه طبعا تحسب على المؤلف. المؤلف إذا لم يكن قادرا على أن يكتب بشكل صحيح فهذه مشكلة كبيرة، خصوصا وهذا كتاب في
في علم الأصول، يعني فيه تحليلات، فيه تدقيقات. يعتبر النحو بالقياس إلى المطالب الأصولية التي يكون فيها أخذ ورد ونقض وإبرام، وشيء بسيط جدا. فكيف إذا وجدنا بأنه توجد عندنا أخطاء كثيرة في هذا المجال، وأخطاء حقيقة أحياناً هذه وعله أحياناً نعبر عنها بالأخطاء الساذجة؟ يعني من الذي لا يعرف خبر كان، إن كان منصوباً أو مرفوعاً؟ وهكذا المعطوف على الخبر، على خبر كان، كيف يكون مرفوع عنه؟ فهذه يعبر عنها بالأخطاء الساذجة، يعني الأخطاء البسيطة. هذه طبعا أنا حقيقة لا أريد الوقوف كثيرا عند هذه القضايا، لأنه القضايا النحوية والإملائية من المعيب أن تتواجد في كتاب علمي صادر في الحوزة العلمية. ولأن الكتاب صدر عن الشيخ من دون مراجعة أحد ولا استشارة أحد، كانت حاله بمثل هذه الحال التي أشرت إليها. طيب، أنا لن أقف كثيرا عند هذه القضية، وفي الحلقات القادمة سنكتفي ببيان الانتحالات. وإذا وقف أمامنا نص يستحق الذكر من الأخطاء النحوية أو الإملائية، سنتعرض إليه من باب ماذا؟ من باب الاستطراد. وإلا الهدف الحقيقي والأول من الوقوف على الكتاب هو بيان إن كانت هذه المادة العلمية التي كتبها الشيخ الطائي رحمه الله هي مادة صاغها بنفسه أو اقتبسها من مكان من الأماكن. وذكرت سابقا أنه عندما أشار الشيخ في المقدمة أشار إلى قضية، هذه طبعا أشرت لها أشيرها مرة ثانية يعني حتى يكون هذا بيان كأنه القضية أعيدت، أشار إلى أنه استفاد من كتاب مهذب الأحكام للسيد السبزواري، وذكرنا بأن هذه القضية يعني خطأ فادح. وطبعا مقصوده ليس المهذب، لأن المهذب ليس فيه شيء له علاقة بشرح الكفاية، هذا كتاب في شرح الكفاية. والحال أن مقصوده هذا الذي يعني أميل إليه يعني بصفة شخصية، هو أنه استفاد من كتابي تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه. وذكرنا أيضا سابقا أولا في صفحة 6 الشيخ الطائي في صفحة 6 من كتابه هذا أخذ نصا مقتبسا من كتاب للسيد محمد باقر الصدر، وطبعا من دون أن يشير إليه، وهو في صفحة 6 وقوله: وليس عرض مطالب بعض الأساتذة والأكابر يعني أني قد وصلت إلى ما وصلوا إليه، وهيهات لذهن القاصر أن يرتفع إلى ذلك، وربما لم أوفق للعروج إلى فاق تفكيرهم ومجاراتهم في أفكارهم وأنظارهم، ورجائي أن يشملني المولى سبحانه بعنايته ولطفه لاقتفاء أثرهم،
ويعدني للتشرف باتباع خطواتهم المباركة أنه على كل شيء قدير. هسه قد يقول قائل الإنسان من خلال كما يقال من خلال القراءة هل يمكنه أن يكتشف النص الذي يؤخذ من دون أن يبحث في الكتب؟ الجواب نعم. أنا لو قرأت قبل هذه الصفحة صفحتين وفعلا قرأت للكاتب ثم قرأت هذا المقطع سأكتشف مباشرة بحكم الخبرة طبعا سأكتشف مباشرة أن هذا الكلام ليس لهذا الكاتب، لأنه عندما تلاحظ طريقة التعبير التي يستخدمها الشيخ الطائي وطريقة التعبير التي توجد في هذا المقطع تقطع بشكل واضح وصريح بأن هذا مقطع أجنبي عن الكتاب لسلاسة مفرداته وجمله وسبكها الذي ليس فيه، لأنك مباشرة بعد أن ينتهي هذا المقطع مباشرة يقول الشيخ اللي هو الشيخ الطائي وقد عرضت من أفكارهم ما هو المهم والمشمور المبحوث في الخارج اعتراضا على صاحب الكفاية أحيانا ودفاعا عنه أخرى، وذلك لأن كثرة العروض والظنون على أمر تكشفه لا محالة. هذا التعبير يختلف عن التعبير الذي سبق. التعبير المفكك الهزيل الذي فيه ركة يبدو واضحا، والتعبير الذي سبقه يكون ماذا؟ يكون مختلفا. وهكذا بعد ذلك عندما يبدأ بالكلام يبدأ هنا في صفحة 10، طبعا هذا كما قلنا في كتاب غاية الفكر في علم الأصول، في مقدمة كتاب غاية الفكر في علم الأصول، يعني في المقدمة مقدمة الكتاب. طبعا بعد ذلك في صفحة 10 يأخذ نصا طويلا من كتاب عناية الأصول في شرح كفاية الأصول للفيروز آبادي من السطر الرابع حتى السطر ما قبل الأخير كله موجود. ثم بعد ذلك مباشرة يعني ما ينقطع يعني ما يكتب شيء الشيخ، مباشرة يأخذ 6 أسطر جديدة من وين؟ من كتاب الرافد للسيد السيستاني صفحة 94 و95، ثم يكتب سطرا واحدا ثم يبدأ مرة أخرى بأخذ 1 2 3 4 5 8 أسطر أو 9 أسطر من كتاب الرافد للسيد السيستاني صفحة 97، وهكذا ينتقل بعد ذلك إلى نفس كتاب الرافد في الصفحة بعدها بصفحتين وصفحة 99 فيأخذ منها 6 أسطر مرة أخرى، ثم يأتي بعد ذلك بصفحة واحدة وينتقل إلى صفحة 100 بعد أن يكتب سطر واحد يأخذ ماذا؟ يأخذ 8 أسطر، ثم بعد ذلك يأتي فيأخذ مرة أخرى من الصفحة التي تليها يأخذ ماذا؟ يأخذ 6 أسطر جديدة وهكذا. طيب هسا قد يقال أنه من الذي يثبت أن الشيخ عندما ذكر أن مهذب الأحكام في بداية المقدمة قال مهذب الأحكام مقصود به تهذيب الأصول؟ لأنه في صفحة 15 يأخذ 6 أسطر من كتاب تهذيب الأصول للسيد السبزواري، وهذا يعني أنه عندما ذكر كتاب السيد السبزواري كان يقصد ماذا؟ كتاب تهذيب الأصول الذي هو في مجلدين وليس مهذب الأحكام الذي هو دورة في 30 مجلد.
وبعد هذه أيضا ينتقل مرة أخرى إلى كتاب الرافد فيأخذ منه أيضا ستة أسطر من صفحة 101 و102. بالمختصر المفيد، كتاب الشيخ الطائي من بدايته إلى صفحة إلى نهاية الصفحة 16 هو مجموعة انتحالات. طبعا هو يبدأ بصفحة يعني فعلا يعني كما يقال فعلا يبدأ بصفحة 9 ينتهي بصفحة 16. هذا المقدار هو مجموعة انتحالات ومجموعة انتحالات من دون نسبة. ماذا يعني من دون نسبة؟ يعني هذه انتحالات غير قانونية. هذا مقدار من الكتاب أحببت أن أقف عنده ليس طويلا حتى لا أخذ وقت طويل، وإن شاء الله ستكون هناك سلسلة للاستمرار في بيان هذا الكتاب وما فيه من مشاكل في بثوث أخرى يعني تأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته.